بداية، ما هي صورة المشهد الآن في قطاع غزة؟ بداية مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين، السلام والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وسلامنا إلى أهلنا في قطاع غزة الذين يعيشون فصول جريمة إبادة جماعية متواصلة للشهر العاشر. وصورة المشهد هي أنه مستمرة مجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وأن هذا العدوان وجريمة الإبادة الجماعية تصل إلى ذروة الوحشية عبر تعمد استهداف مراكز الإيواء وإيقاع أكبر أذى ممكن في المدنيين من ناحية استخدام سلاح التجويع والتعطيش ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستمرار إعاقة عمل مؤسسات الدولية وتجويع شمال قطاع غزة بهدف دفع السكان إلى الهجرة والاجتياحات البرية والمتكررة في المناطق المختلفة، إضافة إلى الاستهدافات الجديدة في المحافظة الوسطى باستخدام أسلحة محرمة دوليا تقطع أجساد المصابين والشهداء وتحرق المنازل وتبقيها مشتعلة وليست كما العادة في استخدام للصواريخ. في جانب آخر يتم استمرار إغلاق معابر قطاع غزة في إطار منع المساعدات الإنسانية، وأيضا تستمر عمليات القصف والاجتياح البري أيضا في محافظة رفح واستكمال تدمير ما تبقى من أعيان مدنية في داخل قطاع غزة، من مستشفيات التي باتت تعاني من المستشفيات التي تعمل أو التي أعيد عملها باتت تعاني من نقص بالوقود والمستلزمات الطبية. هذا الأمر يسبب في ارتفاع أعداد الوفيات في أواسط الجرحى والمرضى الذين وصلت إلى قرابة 600 مريض وجريح توفوا من جراء عدم قدرتهم على تلقي العلاج أو السفر إلى خارج الأراضي الفلسطينية للمشافي المصرية وغيرها لتلقي العلاج. الأوضاع الإنسانية غاية في الكارثية. صحيح. دولة الاحتلال تتنكر لكل التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي ماضية في استكمال جرائم التهجير والنزوح القسري المتكرر للمدنيين الذين بعضهم نزح للمرة 20. وهذا الأمر يفرض جحيما إنسانيا غير مسبوق، وللأسف يتم في ظل مؤامرة صمت دولي تصل حد التواطؤ، عجز دولي عن إنفاذ قرارات مجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية، ولذلك لم يبقى عدالة في الأرض في قادرة على وقف هذه الجرائم التي تتم بعضها على الهواء. الناس في قطاع غزة يعانون من أمراض مختلفة جراء انتشار الأوبئة في هذا الحر وجراء حر الصيف، وأيضا العجز عن تأمين الحد الأدنى من المستلزمات، وبالتالي السكان المدنيين يعيشون في كارثة إنسانية مستمرة جراء استمرار جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي. ومؤخرا كان الأخطر في هذه الاستهدافات في المحافظة الوسطى التي يتم فيها الإعلان. صحيح. عن المرحلة الثالثة، وهذا يعني أن هناك تركيز في القصف وبالذات في مخيم النصيرات ودير البلح عبر استهداف منظم ومتكرر. طيب. في تفضل. أيضا قبل قليل في لقاء خاص مع الغد كان طبيب متطوع في مستشفى شهداء الأقصى أكد أن جيش الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة، خاصة الأطفال والنساء الذي إسرائيل والاحتلال تعتبرهم أضرار جانبية، ولكن الأرقام التي نشاهدها ونتابعها كمية وأعداد الشهداء في صفوف الأطفال والنساء ليس بأضرار جانبية وإنما هو تعمد. أنتم كهيئة دولية حقوقية قمتم مؤخرا بتحقيق حول الاستهدافات الإسرائيلية في المحافظة الوسطى وهي التي تضم أكبر عدد ربما من النازحين، ما هي نتائج هذا التحقيق؟ نتائج التحقيق كارثية، بأن هناك تعمد لاستخدام أسلحة محرمة دوليا تسبب حروق في أجساد الشهداء وتقطع أوصال الجرحى وتفرض حرائق في داخل المنطقة، وهذه القصف يتم بشكل منظم ويركز على ساعات المساء، كل 5 دقائق إلى 3 دقائق يتم قصف بيت، هذا للضغط على أو استراتيجية الإهلاك والموت. من لم يمت بالصواريخ بشكل مباشر يموت عبر عدم تلقيه على العلاج المطلوب، وخاصة أن تدفق أعداد الجرحى والمصابين يتم إلى مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة التي يعملان في المحافظة الوسطى لأكثر من 700,000 مواطن الآن باتوا في المحافظة الوسطى، وبالتالي هناك تكدس غير مسبوق وهناك عمليات استهداف منظمة للمنازل والمدارس. 7 مدارس في المحافظة الوسطى في الأسبوع الأخير جرى استهدافها وارتكاب مجازر بحق المدنيين فيها، وكما ذكرت حصيلة الجرحى والشهداء والمفقودين هم من الأطفال والنساء الذين يشكلون في التركيب السكانية الأطفال تقريبا 50% والنساء كذلك.
وبالتالي كانوا في الطبيعي يعني بعد الحرب طبعاً ارتفعت هذا الأمر. 15 ألف طفل بترت أطرافهم عدا عن النساء التي ترملت عدد قرابة أكثر من 10,000. 17 ألف إلى 18 ألف طفل باتوا أيتام بدون أهالي. هناك أسر أبيدت من السجل المدني ولا تزال عملية الاستهداف المنظمة لتدمير ما تبقى في هذه المحافظات ولترويع السكان المدنيين، وخاصة أن هذا القصف يتم في الليل. الأسلحة المستخدمة وفق كل الإفادات التي حصلنا عليها ومن الدفاع المدني ومن الأطقم الطبية تشير إلى استخدام أسلحة حديثة تؤدي إلى حروق وبتر وقتل للسكان، وبالتالي هذا يركز. هذه غير مشروعة، أسلحة غير مشروعة. نعم. الحرق، الاستهداف بالقنابل التي تزن 1 طن يعني. نعم. آخر مرة في خان يونس، مواسي خان يونس، استخدمت 8 أطنان من هذه. نعم. القنابل، سياسة التجويع، الحرمان من الماء إلى غير ذلك، وإقفال وإغلاق المعابر البرية، عدم الموافقة على إقامتها وإنشاء مستشفى. وأنا أصلاً في الأساس أشك أن الفلسطينيين سوف يرضون أنهم يذهبون للعلاج لإسرائيل، ولكن حتى هذه رفضها نتنياهو. ما الذي تريده إسرائيل؟ لماذا هذه السادية في التعامل باستهداف الفلسطينيين في غزة؟ لا تحتاج إلى تلك العنف يعني. نعم، نحن نرى أسوأ عصور الانحطاط في التاريخ، وهذه غير مسبوقة بالتاريخ الإنساني. هناك فاشية ونازية غير مسبوقة، هذه حقيقة حثالة هذه الحكومة التي تقدم مقاربة عنصرية فاشية غير إنسانية وغير آدمية. هي لا تعترف بأن الفلسطينيين بشر، هي تحللت من كل التزامات وأعلنت على رسان وزير حربها بتحللها التام من كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي هي ترتكب جرائم حرب عن عمد وجرائم ضد الإنسانية عن سبق إصرار وترصد وجرائم إبادة جماعية غير مكترثة بكل قواعد القانون الدولي التي تحولت إلى حبر على ورق، ثم تمارس إرهاب دولي منظم في هذا المجال. وبالتالي نحن إزاء جرائم متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نعم. ينبغي أن يسأل عليها أمام محكمة الجنايات وباستخدام مبدأ الولاية القضائية، وينبغي على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الجرائم المرتكبة. لم يبقى نص في القانون الدولي إلا وارتكبت إسرائيل انتهاكا لحقه.